اهلا بكم متابعي موقع تحيا مصر، معاكم من داخل حديقة الحيوان. وهنلاحظ مع حضراتكم في توافد للعائلات، وده لان النهاردة يعتبر يوم من ايام الاجازات، برضو يوم السبت، ولكن التوافد بيبقى مش بشكل كبير زي ايام الجمعة او الايام او الاجازات الرسمية. دلوقتي برضو هنلاحظ انه الاعداد بدأت تقل شوية لانه الوقت خلاص، هي الحديقة قربت تقفل، فالناس كده بتتجه للبوابات عشان الخروج. احنا دلوقتي امام ملاهي حديقة الحيوان. لاحظ اعداد العائلات موجود بشكل كبير. طبعا زي ما احنا عارفين ان حديقة الحيوان من اكتر الاماكن اللي بيبقى فيها توافد عفوا للعائلات والاسر، ومن اكتر الاماكن اللي الناس بتقضي فيها الاجازات والمناسبات، سواء في الاعياد او حتى في الايام العادية خلال ايام الاسبوع، ايام الاجازات اللي في الاسبوع. طبعا حديقة الحيوان زي ما قلت لحضراتكم من اشهر اماكن الخروجات والفسح. وده بيت الزواحف، ولكن هو زي ما ذكرت لحضراتكم انه يعتبر ده الوقت اللي الناس بتبتدي تتجه فيه لأبواب الحديقة بس للمغادرة. يلا يا
مش هنا عشان زحمة هنا. ودي كانت تغطية سريعة لأحد جولاتنا داخل حديقة الحيوان. كنت معكم ندى أحمد ومحمد حسين من داخل حديقة حيوان الجيزة. شكرا.